طيب انا طبخت السمك وقليته ونضفته وتبلته، ايديا فيها ريحه سمك، البيت كله فيه ريحه سمك، نعمل ايه؟ الخل ده صديقنا في كل حاجه. اولا اي ازازه فاضيه كده، بخاخه فاضيه قديمه، نملاها خل ونستعملها، ننضف بيها كل حاجه في المطبخ، هتلاقي ريحه السمك راحت. الليمون، اي نص ليمونه كده امسكها ادعك بيها ايديا، ادعك بيها اي حاجه مسكتها فيها سمك بيضيع الريحه. على البوتاجاز لو عندي قشر برتقانه وقشر ليمون حطيته على البوتاجاز يتحرق، هيعمل لي ريحه حلوه. في البيت احط مثلا حله صغننه اغلي فيها قشر برتقان على قشر ليمون على عود قرفه واسيبه يغلي شويه في البيت وفي المطبخ كده، هلاقيه يغير لي الريحه. طبعا التهويه مهم جدا، المسح بميه خل، يعني الميه اللي بمسح بيها الارضيه بعد ما اشتغلت في المطبخ وكل حاجه، الخل ده ايدي ورجلي في المطبخ، صحي مش ضرب الصحة، مش سام، ما بيخليش فيه اي نمل، بيقضي على اي روايح وبيطهر وبيعقم. ايدينا ورجلينا في المطبخ هو الخل الابيض ده، الخل العادي خالص.